الدوامة مع محمد الخماسي. يا فهم على راديو، اهلا وسهلا ويا مرحبا، نسلم عليكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا وين ما كنتوا، داخل او خارج حدود الوطن، وين ما يوصلكم صوت يا فهم. نقول لكم ان شاء الله نهاركم مزيان ونهاركم اسعد الايام. تحيه لكل مستمعينا وين ما يسمعونا في كامل تراب الجمهوريه، خارج حدود الوطن، في وقت الاعاده ولا في وقت المباشر، نسلم عليكم. وتحيه خاصه المستمع وفي اللي يقول نعد الوقت تقريبا وقت المرويح من الخدمه مع البرنامج صديقنا مكرم بن دحر، تحيه ليك والكل مستمعينا. حلقه جديده وضيف جديد، ضيف اليوم يجينا من اكثر بلاصه يتحكي عليها في الفتره الاخيره، اكثر بلاصه التوانسه مش راضيين على الاداء نتاعها وقاعدين ينقدوا فيها بشكل لاذع. ضيف يجينا من تصريحاته القويه من صفحته الخاصه اللي يقول فيها كلام ما غير ما يحسب، ما غير مواد تجميل، مباشر يسمي الحاجات كيف ما هي، تعرف بنقده اللاذع لحركه النهضه ورئيسها، وهو واحد من اهم وابرز المساهمين في عريضه سحب الثقه من رئيس مجلس نواب الشعب اللي يعتبره قاعد يعطل فيه. باش نحكيو معاه مش كان على الجانب السياسي، نظرته للشان العام، الوضع اللي تعيشه تونس اليوم، البلاد اللي تعيشها والظروف اللي تعيشها بلادنا اليوم، ذي في يعطي رايه في السياسه، في الثقافه، في الفن، في كل شيء نلقاو اراءه. برشا ناس يعتبروه شعبوي ورمز للشعبويه، وبرشا ناس اخرين يعتبروه ابن الشعب وواقعي وقريب من الناس ويحكي بلغه الشعب. هذه الثنائيه والازدواجيه هذه تخليه شخصيه مميزه ونايب مميز في البرلمان. شنو راي ضيفي في المسيره اللي باش تصير غدوه؟ تابع لحركه النهضه للدفاع عن الشرعيه ومؤسسات الدوله، رغم سقوط العريضه الاولى المطالبه بسحب الثقه من رئيس المجلس، ما جدوى عريضه جديده؟ الهجوم اللي قاعد يقوم به ضيفي على حركة النهضة والأحزاب اللي يختلف معها، شنو سببها وحقيقة التحاقه بالدستور الحر؟ كلام تو نعرفوا الإجابة متاعه من بعد شوية. سعيد جدا باستقبال ضيفي لليوم بعد عناء ومدة كبيرة ما أنه يكون موجود بحذانا، سيد فيصل التبيني. مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة تحية خاصة، تحية احترام وتقدير لكل عاملي ومساعدي ومتابعي إذاعة يافان. شكرا. برنامج الدوامة. شكرا. اللي أول حاجة نحب نقول بكل صراحة أني موجود هنا بعد عديد الاتصالات من معد البرنامج ولا زميلكم أسامة، بالمناسبة نحييه، ومن بعد شوية نقول للتوانسة علاش وباهي برشا نوضحهم باش نتعدوا المرحلة وحلقة ما بعد. ممتاز. المصالحة تقول أنت مهمة، أنت عندك موقف من الإذاعة، وطبعا لك حرية التعبير باش تعطي رأيك، علاش ماخذ في خاطرك من إي إف إم؟ وتو نوضحوهم بعد شوية. برنامج الدوامة يبدأ بالالتزام هذا سيد النائب، باش نعطيك تقراه لي بصوتك ثم نبداو الحوار. أقوى شوية سي فيصل. بسم الله الرحمن الرحيم. التزام اني ممضي اسفله السيد فيصل تبيني يتعهد بان نكون صريحا وجريئا واجيب على كل الاسئله ونلتزم بقواعد البرنامج وان نكون صادقا وحريصا على حق المستمع في معرفه الحقيقه كامله وتحمل مسؤوليه فيما اقول. الامضاء الضيف الامضاء تقبل؟ نتمنى انه يكون برنامجكم عنده الصراحه نتاع فيصل تبيني، خلي العباد تتمتع. ما نعرفش حاجة إيجابية ولا أنا نقول لك إن شاء الله تكون عندكم الصراحة. ما نعرفش صراحة فيصل تبين، نعرفش حاجة إيجابية ولا عندنا صراحة وجرأة وما نقول. إحنا هاتوا الناس تسمع، شكون باش يكون صريح أكثر، البرنامج ولا فيصل تبين؟ خارق العادة. بداية تبشر بكل خير. أكيد، خاطر أنا عمري كامل عايش بالصراحة، ما عندي مخبي. ممتاز. بعد ما صحح، بعد ما صحح تفضل. هذه نقول لك مرحبا بيك في الدوامة. الدوامة. شكرا لقبول الدعوة وقبول الالتزام. أول فقرات الحوار بإيجاز تقريبا دقيقتين ثلاثة دقائق قبل الفاصل، نخرج للشارع التونسي نسأله على ذيفي، باش نعطيك أهم وأكثر الأسئلة اللي تعاودوا اللي مش داخلين في محاور الحوار. أسئلة الشارع التونسي تقول خليني أنا ناخذ فرصة صح. باش نعطيك الفرصة من بعد الفاصل، باش نعطيك الفرصة الكل. هذه أسئلة الشارع التونسي، تو نجيوهم الفرص الأخرين الكل. أسئلة الشارع التونسي يقولوا عندك اخطاء اتصاليه كي تهبط فيديوهاتك على الباج نتاعك، هل وحدك تقوم بالفيديوهات نتاعك ولا فما شكون معاك يكوتشي فيك ويقول لك شنو تقول؟ والسؤال الثاني، بالحق عرضوا عليك وزاره ورفضت؟ باش نفاجئ الناس، الفيديوهات يعملوا فيها ولادي قاسم وقصي، نعلمتهم انا، ما عنديش امكانيات، مكسبني تليفون
لعندي باحترام العالمين الشرفاء اليوم تعرف للإعلام ثم أجندات ثم شكون اللي عنده يعيطوله ما يعيطولوش. اليوم كما ترى وسائل الإعلام وليت معروفة، اليوم قناة نسمة هي قناة العائلة قبل توليت قناة كانت قناة نبيل قروي، اليوم وليت قناة المشيشي وقناة الحكومة، الزيتونة معروفة نتاع النهضة، التاسع معروفة نتاع يوسف الشاهد، حنبال معروفة نتاع النهضة. غير قناتك شنو قناتك؟ التليفون هذا التلفزه الوطنيه ما تعيط ليش؟ تعيط لكش؟ ما عيط لي حد. تسعه تعيط لك مثلا هك تحضر في التاسع؟ وقتاش تعيط؟ حضرت في برشا برامج. وقتاش حضرت؟ حضر بغزر اللي جاي. في برشا برامج. حضرني سمير الوافي في وقت من الاوقات. اي برهان بسيس دير. لا بشوي 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 خلينا نوضحوها هذه. سمير الوافي عيط لي لو 13 ديسمبر 2019 جوست باش يرجع الغش نتاع سيده يوسف الشاهد في انا. سيدو ايه الناس كل تعرف اللي سمير الوافي يخدم عند يوسف الشاهد ويخدم في اجندات يوسف الشاهد. ونحن باش نحكيو بصراحة أي. نطلب منك أي. كل اسم باش تجبدو يا تجبدو بالأدلة أي. يا ما نقولوش كلامك كيكا أنا باش نعطيك. احنا معناتها سجلنا لو 13 ديسمبر بالجمعة لو 15 وقت اللي عداو البرنامج عملنا أكثر من 7 دراج بدنا على يوسف الشاهد في اللونسمون موجود اسم يوسف الشاهد. من بعد في الحلقة ما ثمش يوسف الشاهد بالكل تنحى بالكل وفي البرنامج نص الليل نطلب شكون في القناة أي. نص الليل وربع يطلب الناجي الزعيري وهو يسمع فيا قلت له رب نهبط فيديو باش نفضح اللي صار. قال لي اخويا القناة على حسابك. قلت له تعطوني فرصة لديسات ما غير غش لديسات نطلع في نفس القناة وتكلمت من بعد نهارين وهذا اكبر حجه انا ما نتهمش بالبطل اي بعد نهارين فولا هاو عطاتك القناه لا انا عطاتني على خاطر انا كنت باش نحكي اللي قاعد القناه هذيك تخدم فيها جوندات يوسف الشاهد. وشنو الكلام اللي قلته على يوسف الشاهد خليه يتنح بالك مونتاج تاع ديباسمون بالك ما ثماش حاجه اغزل يوسف انت اليوم عيط لي مديت لي وثيقه صحت عليها اللي باش نكون صريح انا كنت صريح نتحمل المسؤوليه واضح انت وقت لي وانت وقت لي سجلت لي لازمك تعديه سي بور سلا احنا البارح سهلنا اسكو برنامجكم مسجل ولا لا؟ قالوا لي ماهوش مسجل قلت انا نمشي نحضر. رغم تحضر في البرامج المسجله ما عندكش مشكله. لا ثم برامج مسجله. تحضر ما عندكش مشكله. ما عندكش مشكله يا سي فيصل. اسمعني. سي فيصل ما نحسوش الناس معناها اللي هو ما تحضر كان في المباشر تحضر في برامج مسجله. لا بشوي ثم توا اليوم ولينا قبل ما تتحرك لاي بلاصه معروف انا موجود اليوم ضد الماكينه الكل ضد الجميع بالمنطق. واضح. دونك الناس الكل باش تعاود تستهدفك ولذا لازمك تسيس روحك. من بعد شويه نرجعوا له باكثر ديتاي نحبك تحكي نحبك تقول رايك في الناس الكل قلبك معبي شويه نحب نوضحهم الملفات موجوده. قل لي السؤال الثاني خلينا ناخذ فاصل. عرضوا عليك فعلا منصب وزير والفضل؟ اي في المده النيابيه 2014-2019 5 مرات اقترحوا علي باش يكون وزير الفلاح. بون انا واحد من الناس كنت ولا زلت ضد منظومة التجمع وضد منظومة بعد الثورة النهضة ونداء تونس كانت منظومة اللي أنا ضدها واللي أنا أعتبرها معناتها أكثر مرحلة في تونس دمرت تونس. وديجا عبد في المكي القيادي بحركة النهضة يقول ما تعانيه تونس اليوم هو سبب التوافق بين النهضة والنداء. التقرير بتاع صندوق النقد بتاع 2016 يقول التوافق في تونس كرس الفساد. اليوم أكبر مشكلة وأكبر مضرة صارت لتونس وشعبها في مرحلة انتخابات 2014-2019 تاع حكم النهضة والنداء والزوز الشيوخ الباجي والغنوش. الباجي ربي يرحمه الغنوش اليوم مازال يكمل في نفس الثنية. مشى الباجي بقى الغنوشي يخدم بوليدات الباجي خدم بيوسف الشاهد اليوم دورها نبيل القروي كلهم ولاد الباجي راهو البيت الباجي. دونك عرضوا عليك وزير ورفض باش نرجع من بعد شوي. علاش رفضت انت؟ علاش رفضت؟ على خاطر انا متاكد اللي انا كي باش نشد وزير الفلاحه مانيش باش نخدم اللي حاجتي بيه مانيش باش نحط اللي حاجتي بيه. دونك مانيش باش نكون ماريونيت مانيش باش نكون لعبه في ايا كان تتحسب عليا واني شديت مسؤوليه وما قمت حتى بشيء. واكبر دليل اليوم ثم برشا وزراء استقالوا اللي راوا مع انه ما لقاوش راحتهم في الخطه اللي هما تعطاوها لهم. واضح. شكرا لك سيد فيصل التبيني نائب عن صوت الفلاحين مع جهه جندوب. باش ناخذ فاصل ونرجع فاصل صغير وراجعين حوار هكا فينا سقى علي مع سي فيصل التبيني. خليكم معنا راجعين. الدوامة زون فيرت
مرحبا بكم من جديد الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا. رجعنا لحوارنا وضيفي اليوم النائب السيد فيصل التبيني. نبدا معاك حوارنا ديريكتومو. فيصل التبيني نائب عن صوت الفلاحين عن جهه جندوبه كما قلت. ماذا قدم فيصل التبيني الجندوبه في زوز فترات نيابيه على الاقل؟ باهي اول قبل ما ندخل في الواحد هذا معناته ميساج نحب نعدي للسيد رئيس الحكومه السيد رئيس الجمهوريه تفضل وزير السياحه وزير الصحه وزير الماليه وزير النقل كل من يهم الامر في علاقه بالحجر الصحي الاجباري عند العوده اللي يفرض عليهم انه سبع ايام ويمشوا الوتله سبع ايام ويخلصوهم قبل ما يجيو هذه راهي ولات فيها الترفيك ولات فيها استغلال ولات فيها معناتها مضره بسمعه تونس في الداخل والخارج. اول حاجه انا ما فقتش بالموضوع هذا فقت به لو 3 فيفري عندي ولد عمي ربي يرحمه رشيده تبيني توفى وقتها عنده بنته تعيش لبرا في بالي قالوا لي اميره باش تروح هي قلت لهم تمشي تعمل تيست نتاعها على الكورونا تمشي تروح على روح لا قالوا لي لا راهو يلزم تعدل الحجر الصحي هي قلت تعدل الحجر الصحي بويا تدفن وصي ومشي على روح الواش مروح effectivement اتصلت بوزير الصحة اتصلنا بالناس الكل ليلتها اللوكات روحت خرجتها بالتدخلات بالمعارف خرجتها لا مش بالمعارف لا لا مباشرة يهبط منشور جديد وأنه اللي عنده حالة وفاة في تونس ينجم يروح اوكي طلبت به انت المنشور هذا مش انت طلبت به المنشور انا انت وقتها طرحت وضعية مستغرب. اي طرحت وضعية هما طلعوا منشور وقتها واضح مش السويت للابيل نتاعك مش لا سويت لابيل سويت لابيل سويت لابيل لكن مش هي بنت ولد عمي خروحت صي واضح واضح لكن سويت لابيل سير المفعول باقي يعطيك الصحة هذا لو كانت فيدري هبطوا منشور هو معناتها كل شيء ما راني معناتها العباد ياسر ثم شكون اللي عنده امه باش تعمل عمليه ثم شكون ابوه بين حي وموت ثم شكون اللي عنده قضيه في تونس باش يحضر في جلسه ثم شكون اللي كان في ستاج باش يروح ثم طلبه اليوم ملوحين ما عندهمش باش يروحوا ثم وضعيات بصراحه معناتها وضعيات خايبه برشا من بعد تجيني زوز نساء من المانيا كلموني من دوسلدورف عندهم شكون توفى في القاصرين كيف كيف قالوا ما تروحوش مشيت بيدي وجريت واتصلت وهي مناسبه باش نشكروا الاداره نتاع سي محمد الرابحي نتاع الحجر الصحي اللي قائمه بوجهود صحيح ماهمش باش يلبوا مطالب الناس كل المية ذاك جهد من بعد تجيني وضعيات اخرى اخر وضعيه معناتها العائله هذه كيف روحت ما حبوش يرجعوا لهم الفلوس من بعد توا قلت البارح ولا نهار الاثنين امراه رغم المنشور موجود من ايطاليا هبطوها من الطياره برمشي اعمل حجر صحي ايش يصير؟ انا اليوم الحجر الصحي برمشي شوف الوضعيه نتاع الناس اللي موجوده في السبيطارات في النزول في النزول اثنين النزل راهو يختاروا هو المواطن اللي باش يروح لازم يختار لا سيدي ما لا ثم شكون اللي دفع النزل مسكر دفع النزل مسكر ونهار الاربعاء الصباح عندي شكون اللي مروح من تركيا كي هبطت الطياره فما مواطن عنده حجز استنى قدام المطار استنى ما جاتش كارغو له بروح على روحك النزله هذا مسكر باهي وثم شكون اللي ما يحبوش يرجعوا له فلوس دونك احنا اللي حاجتنا بيه شنو الحجر الصحي ليش عامله؟ للتوقي من انتشار فيروس كورونا هاو خذوا عندنا مسيره تو تشوف شنو احوالها هاو رئيس الجمهوريه كي يهبط تدور به الناس هاو رئيس الحكومه كي يهبط تدور به الناس هاي كارت عبي انت معناها هاي ثم هاي ثم القرار هذا اغزر اللي جاي مش معرفة على الحجر الصحي انت بالطبيعه مو عملت تحليل بي سي ار قبل 24 ساعه تي غير نعملوا نحن تحليل بي سي ار قبل 24 نحن غير نعمل سيبوا العباد خليها تمشي تعيش علاش احنا نحبوا الوتله هذه مش نتهم في الوتله الكل نحبوا تصور الفلوس بالسيف على حساب الناس مش معقول ربي كيما حكيت على الترافيك انت تو حكيت على الترافيك هذا قلت ولا فيه ترافيك حتى تيست بي سي ار يولي فيه ترافيك باش يبدا في علمك معناها مهدي نجم يجيب ورقه اللي هو عمل تيست وما عملش تيست ريال مو نحن نعانيو اليوم في الموجه الثانيه هذه على فتح الحدود اغزل اللي جاي احنا وقت اللي لازمنا نسكر الحدود ما سكرناش وقت اللي نحب نحلو ما حليناش واضح نحن نمشوا بالعكس الطلب نتاعك الطلب نتاعي انا ادعو الهيئات المعنيه لمراجعه النظر في القرار هذا القرار هذا معناتها تسهيل راي العباد تعبت وراي العباد بصراحه انا واحد من الناس قاعده تتصل بي من كل بلاصه انا اليوم في كل نهار نمشي معناتها نتشحت وليت انا مخلي خيمتي ونمشي نشوف ثم عباد يقول لك بالله ما لقيت معناتها وفت مشاكل البلاد الكل كل نايب يخدم خدمته وهي مناسبه باش ندعو نواب الخارج هذوما
انتوما 18 نائب على الخارج، صحيح احنا 217 نائب نمثلوا التوانسه كل في الداخل والخارج، اما 18 هذوما الاخر عاونوا شويه حطوا ليد في ليد باش نجموا القرار هذا في مراجعه. على فكره عندك تراخيص شفتوني تراخيص، اي تراخيص هاك تاع مواطنين مساكين، انا الوليد نمشي ونمشي ونهز ملفات بيدي ومشكورين الاداره وقاعدين معناتها هاو عطاو، لكن مانيش باش نبقى انا ندور بالملفات مش ما عندوش نائب. هذا ديتاي صغير مشكل مش كبير، ديتاي صغير. مثلا اليوم الفاكسان وين، التلقيح وين، وبرشا حاجات انا في المشاكل انا أكبر. معاك اي تو انت لك. تحب انت تحب تطبق الحجر الصحي، انت ما عندكش فاكسان، انت نحن الدوله الاخرانيه اليوم ما عندناش فاكسان، انت نحن نحن ماناش نطبق في الحجر الصحي. انت مع الغاء الحجر الصحي بالطبيعة؟ نلغيو الحجر الصحي، نلغيو الحجر الصحي، لكن نوصل والكوفر فو هذا اللي صاير تو 8 تعليل وكل ناحيه. معليش تعمل فيه انت، نسال فيك ناحيه علاش تعمل فيه؟ سيب العباد خلت تخدم، سيب العباد خلت تعيش، سيب العباد خل تعيش. انت كي تعمل كوفر في 8 تاع العشيه هاك مسيب نهار كامل العباد، برمشي شوف انت نظم العباد، خلي تقعد في الكار بالترتيب وخلي تقعد في الواحد. مش مش الفايده انه انا نعمل حاجه، انا راه في قرار شعبوي، قرار الغايه منه انه مانيش فاهمين معناتها بزيد نكرر التوانسه في بلادهم. بالله ياك النهار معك جا ربي يجيب التونس التونسيه ماخذ الطلياني ولدها معاها يخلط للبرد نتاع حلق الواد نهار الثلاثه يقول لها هات صداق، تو كلام معقول؟ كلام معقول هات صداق؟ لا تو هذا كلام معقول؟ بالله معك جا ربي باهي واضح، وصلنا رانا 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 قاعدين نمسطوا في الدنيا، مشيو النقاط الاهم واضح، وصل ميساجك وصل النقطه الاولى. ماذا قدم فيصل في بين قدمه ايجا نفضل نحي الحوار ونقرا لي الاوراق اللي جبتهم سي فيصل وشنو نعمل؟ انا نسالك حاجه تقول لي ها اوراق اخرى. انا لا هذه وضعيه مع اي اف ام، خلينا نفضل اعطيني وضعيتك مع اي اف ام. اللي وقع هي اني انا في حمله انتخابيه الانتخابات ل 6 اكتوبر ل 6 اكتوبر لو 3 اكتوبر يكلموني اي اف ام قالوا لي راه ثم واحد شاكي بيك على ارضه. باه قلت لهم راني في حمله انتخابيه وهذا ماهوش حديث، راه المره الجايه باش تمشي تشوف امراه شاكي براجلها باش تعدوها كي غدوة. معناتها تصور انت نايب، انت راه اي شنو معناتها نايب؟ شنو معناتها نايب؟ معناها مش امراه شاكي براجلها راهو نايب، اي شنو معناتها؟ هم حاولوا قضي لازمنا شنو معناتها انت نايب غدوة انا حارق ذا وتمشي تعمل عليها ما قضية هاي سيدي هاي ايش قولك توا؟ قضية ديجا هي حرقان الذو اي اي معناتها انا نصير خصومة مدنية مع مواطن ما يلزمنيش ندافع على حقي؟ ما يلزمنيش ندافع على حقي خاطرني نايبة حقوقي كل تتضمى؟ اي تفضل كلموك يا فهم مش حبوك هاي سيدي كلموا يا فهم سمعت واني انا فكيت ارض وعملت ارض دوله. لا حبينا حق الرد من عندك، حبينا نعرفوا واش فهم. اي سيدي تفضل. اي فهم عدت البرنامج لو 3 معاك اكتوبر قبل الانتخابات بقل من 72 ساعه، وهذا ضرب النائب مترشح هذا ضرب مباشر. تعتبره ضرب مباشر؟ ضرب مباشر، وانا هاني موجود في فهم اليوم. هذا دليل انه ما فماش حتى نيه ضدك. لا انت تقول ما انا راني ما جيتش، انا جيت باش نوضح. تفضل وضح. باهي انت اليوم انا نحب التوانسه يحكموا على اللي عملته اي اف ام نهارتها. تفضل. واللي عملته اي اف ام باش نكون واضحين، الخصم هو اسمه جلال محمودي في بوسير، هذا صاحب ماهر زيد. ما تخنيش تو في مشاكل، اللي مشاكل شخصيه تو قضيه. اي هاكم انتم رجعتوها مسائل وطن عامه يا سيد النائب. اي هذه مشاكل قضيه، هذه مساله شخصيه. اي وقعت تطرق لها في وقت الحملة الانتخابية اللي أنا وقتها سمعتي في الميزان واللي كانت تنجم تنحيلي الناس اللي باش تصوت لي لا لشيء خاطر نستعمل في سيفتي وفكيت حق العباد. باهي أي سيدي أول حاجة قالوا أرض دولة، هذه ملكية ماشي أرض دولة، هذه نتاع عائلة الزين الأخوة. باهي باهي. اثنين ال بربي باختصار نص ساعة تعديت ونحن لتو ما حكينا حتى نقطة، نص ساعة تعديت. روى أنا سمعتي قبل السياسة، سمعت قبل السياسة على عيني وراسي. أنا برنامج نحب ناخذ منك شوية معلومات وفيد المجتمع. لا ما تاخذش معايا معلوماتي، ما تاخذش من عندي معلومات. أي؟ وقت اللي أنا ما زلت ما بررتش للتوانسة شنو الوقع. ما نجمش نخليك تعمل محاضرة كاملة طولها ساعة. ما تنجمش وقت اللي شدت الإذاعة نتاعكم ساعة تسلخ فيا ببرة بالباطل بالكذب بالتلفيق حاجه ماهيش موجوده، تطلب حق الرد في الوقت وتدخل في البرنامج هذاك وتوضح. انا اليوم اعطيتك انا سي محمد، سي محمد انا باحترامي ليك انا وهو كذلك، وهو كذلك
ما خسرناش عليك يا سي فيصل. إيه أغزر لي جي راوي سي فيصل المعمول به في العالم، معناها تطلب ضيف تقول له نحبوك تحذر، يقول لا نقولوا له علاش، يقول عندي مؤاخذات ايش تو نلقاو حل وتحذر. معناها لا جبناك بالسيف لا حتى شيء، جيت بالمراقبه نتاعك بالحراسه نتاعك معزز مكرم، ما فما حتى شيء. أغزر لي جي معناها عندك مساحه نص ساعه تعدى من وقت البرنامج نحكيو، نحب نبرر نحب نوضح، برر ووضح في دقيقتين. راهو اللي ظالم ما نجمش يكون هو قاضي باش يقول كيفاش نتكلم وشكون ما نتكلموش. انا الناس صرختني ببرة بالباطل في وقت حملة انتخابية، في وقت الناس كانت الدعم، انا النائب الوحيد في تونس ما عاونتني حتى وسيلة اعلام، ما كتبت عليه حتى كلمة، ما حاجتيش وجوني با بزوان، عندي التليفون هذا نوصل به للناس كلهم مصداقية نتاعي وخدمتي وانجازاتي. ممتاز. باه انا الاذاعة نتاعكم عادت البرنامج لو 3 اكتوبر، تفرج انا وقت الشاكي قبل الاذاعة نتاعكم. قل لي مثالش، قل لي اقرا انت قل لي اقرا تاريخ 28 اوت 2019، معناتها قبل شهر ونص. السيد اللي قال لكم انا فيصل تبيني فك لي الارض، اتفرج اقرا هو وقتاش شاري الارض. شد يا سي فيصل، شد اقرا اقرا مثالش، اقرا التاريخ لوتا لو 22 11 22 11، معناتها بعد ما تعديه انت بشهر يمشي هو يسجل ملكيه ويجيك يقول لك انا مالك، هذا ماهوش ظلم، هذا ربي ما حبه، معناتها يجيك انسان معناتها يتبلى وانت تعديه باش تضر انسان اخر. راهو برنامج يفتح الميكرو للمواطنين باش يحكيو ويقدم تشكيل. يا ولدي الميكرو المواطنين انت ما تشوفنيش. سي فيصل اسمعني، جاي عايش خويا غزل اللي جاي، تحب نكملوا؟ لا لا تحب نكملوا ولا ما تحبش نكملوا؟ نحب نكملوا، اما نحب نكملوا بربي خويا بربي خويا غزل اللي جاي لا تستنزف كرامي، هاني مخلي لك الوقت باش تحكي 32 دقيقة كاملين تعداو ما حكينا حتى نقطة، تفضل وضح شنو هو طالب منك. أنا مهتم بالسياسة قدام سمعتي. شنو هو طالب منك؟ أنا ولادي نهار آخر باش يعيشوا بسمعة بوهم، ماهوش باش يعيشوا بسمعة بوهم وسمعة بوهم وعائلتي عندها سمعتنا. أي. أنا وقت اللي جبت لك وثائق وريتك اليوم هذه إذاعة وطالب وباعتذار رسمي منها. تتدخل في البرنامج اللي يحكي عليك وتاخذ حق الرد. البرنامج الشيء عنده عمين. تراسل 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 انا من خلال اذاعه نتاعكم. تراسل الاداره وطالب الحصه هذيك. راسل الاداره وقول لهم نحب اعتذار رسمي. راسل الاداره اجى المدير البرنامج اجى الريدكتور اون شيف سيد فيصل تبيني، باش نطلب منك بكل حب وبكل هكا رسانه، نجموا نبداو حوارنا؟ نبدأ حوارنا. فهمت الناس. شكرا لك. فهمت الناس. فهمت الناس. شكرا. إذاعة نبدأ. هي فهم. نبدأ. جابت إنسان ادعى وأني أنا ظلمته. ما جابتش إنسان. لا نفتعل يا سي فيصل وما نجيبوش عبيد، راه ما نجيبوش عبيد، هذه قضية بينك أنت وشخصك. دخلكم أنتم. الدخل هو. أنتم من أنتم؟ قضاء. هو الدخل عنه. أنتم قضاء. هو الدخل عنه. هذه ملك دولة. يا أخي نحن جبناه هو الدخل. يا ولدي أنت يا أخي تو أنت معناتها جاي اليوم كل مرة تعاركي ورجلها تجيبوها. يا سي فيصل. نايب يتعارك هو ما ولده تجيبوها. سي فيصل بعد إذنك باش نبداو حوارنا ولا باش نضطر أنا ما نبداوش. أنت حر. لا. يا أنت حر. نغلق الملف يا ما نجموش. هو الملف تغلق. سي تغلق الملف. 5 سنوات المندات الثانية نتاعك كنايب، ماذا قدمت الجندوب؟ أول حاجة أنا نايب شعب. واليوم وقت اللي تتكلم على جهتك يقول لك انت جهوي، وقت اللي ما تكلمش تقول لك قدمت لجهتك. اوكي الحمد لله انا على المزوز مستويات، يا ربي ولك الحمد. انا في ولايه جندوبه جبت مركز اقليمي للامراض السرطانيه ب 130 مليار، هذا الملف نتاعي. اوكي وين وصلت توا يختم الحمد لله، بدا يختم وهي ممتاز. مناسبه باش نشكر السيد محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب وسي حبيب الصيد رئيس الحكومه وقتها في 27 في جانفي 2016، هذوك اللي عاونونا باش المشروع اخذيناه. من بعد يجي يوسف الشاهد في فتره يوسف الشاهد وحكومه يوسف الشاهد. لا لا يوسف الشاهد ركبان ركب على حديث. اي ركب على حديث وانا باش نعطيه كل شيء. هذا يوسف الشاهد جاء وقتها باش يعمل حمله انتخابيه نتاعو، باش يحضر الحمله الانتخابيه وعملت الجزائر. جاء الجندوبه، جاء الجندوبه من بعد ذاك التصريح اللي قلت فيه انا وقتها، راهو يوسف الشاهد اذا كان يعدي قانون لاليكا راهو ينجم يتحكم بالاعدام وقتها. لو 9 ماي 2019، لو 12 ماي وقتها عيد معناتها تاع الجلازي راهي خرج قال احنا ماناش نعملوا لي كامرا شنو بقى شده في قلبه. يوسف الشاهد ولد صغير في السياسه، مخه صغير. مشى عمل زياره الجندوبه لو 14، بعثوا لي مراسله قالوا لي راهو الليل الجاي باش تتعشوا مع رئيس الحكومه، ونهار السبت عنده زياره بما فيها باش يمشي المركز الاقليمي للامراض السرطانيه. قلت له المركز الاقليمي للامراض السرطانيه انا نتبع فيه رخص البناء، انا اللي جبت القرض، انا اللي جريت عليه كل شيء، انا جريت عليه. راهو مازال ماهوش حاضر، ماهوش وقت تدشين، راهو المفروض تدشن حاجه اليوم تبدا غدوه. تبدا غدوه هذا جاء دشن لو 16.
سيد يوسف الشهد. سيد يوسف الشهد وزيد يعطي تعليمات سي فيصل تبيني ما يدخلش. باهي منين جاتك المعلومه انه عطى تعليمات باش فيصل؟ اي يا اخي تو الناس الكل تعرف الحكايه وكا موجود الحكايه. باهي ورغم اللي عندي استدعاء رسمي وقال له ما يدخلش. وهي مناقشه مشيت وما خلوكش تدخل. اي مشيت وما خلونيش ندخل. ديجا الناس الكل تعرفها. مشيت وما خلوكش تدخل. اي الناس الكل تعرفها الحكايه. وهي مناسبه باش نقولوا الامن نتاعنا راكم امن جمهوري وراه النايب هو عارف الوزير في السياسه. النايب هو اللي صوت باش الوزير يكون وزير، مش الوزير هو اللي صوت باش النايب يكون نايب. واليوم يوسف الشاهد مشى وزير الداخليه تبدل 70,000 مره، اما انا ما زلت نايب. اي سيدي من بعد ما هو عدى هذاك اي سي محمد باش نوريك اللي السيد جاي ركب على الحدث من بعده هو من بعد ما معناتها ما مشى دشن لو سيز وروح انا نمشي لو 21 جوان بعد شهرين بعد شهر ونص ناخذ اكزونوراسيون تاع تي في ا لنفس البروجي. وقتاش ولا يخدم البروجي؟ وقتاش؟ ولا يخدم في اكتوبر. وعلى فكره البروجي التوا ما فيهوش عساس. بروجي ب 130 مليار ما فيهوش عساس. هذايا انا نعطيك معناتها انا حتى مش هتبني كل شيء جبته انا. هذايا بالنسبه لي انا مانيش عامل مزير. اتفضل سي محمد هو الدشن لسايس. اقرا وحدك اللعبات الاكزونوراسيون شنو التاريخ نتاعها من اللوطه؟ 21 جوان. اي وهذايا التدشين وقتاش؟ 16 ماي. معناتها جاء عمل مسرحيته ومشى روح على روحه وخلاني انا نعاني في السبيطار. والحمد لله السبيطار هذاك انجاز عملته انا الولاية. ما خرجش للراي العام علاش ما سمعوش الناس اللي فيصل تبيني هو اللي عمل هذا؟ لا في جندوبه يمكن. لا الناس اللي انتخبت. لا لكن في بالعكس ايه؟ الناس كل تفرجت وقت اللي عدينا 23 اكتوبر 2016. اي تسمى الرئيس الحكومه وقتها تسمى يوسف الشاهد مش ليك انت. ما ينجمش تسمى يوسف الشاهد. يوسف الشاهد جاء 2017 والمشروع من بدينا فيه من 2016. هي مناسبه بالحق باش نشكروا الدكتوره سونيا بالشيخ اللي كانت وزيره الصحه لكن عاونت وقت اللي هي قبل ما تكون وزيره كي كانت مديره عامه وكي كانت من بعد كاتب دوله. هي مناسبه باش نشكروا الدكتور عبد الرؤوف الشريف اللي كان وزير صحه وباش تحيه لهم. اسمه رضا شلغوم وزير الماليه اللي وصل لي سبق في فلوس بالمسبق على الميزانيه نتاع 2019. نشكروا وزاره التجاره اللي عاونت. تحيه للاطراف الكل اللي قدموا. شعبيتك تراجعت في الفتره الثانيه ولا شنو؟ شعبيتك لا ما تراجعتش؟ زادت راضين عليك؟ ان شاء الله قايم بواجبي. ان شاء الله قايم بواجبي. قداش تكلفت الحمله الانتخابيه نتاعك فيصل تبيني؟ ما تكلفتش. كنت تكلفت حاجه جيست الاوراق تبعناها هكا جيست الاوراق تبعناها. ما عنديش. قداش تكلفت تقريبا؟ والله ما عادش ما فاتتش 7-8 ملايين. 7-8 ملايين؟ ما عنديش ما فهميش علاش. اذا كان فيصل تبيني باش يعطي فلوس ولا باش يكلف عاد ما شكون باش يرجع للمجلس النواب؟ انا خدمت. انا ثم بلايص منطقه السواني 3000 مواطن جبت لها من الماء. ثم عائلات مشيت وعملنا لها ديار وبالاسامي نعرفوهم. انا رجعت مهرجان جاز تاع تبرقه. انا معناتها جبت معدات تطهير الجندوبه. وهي مناسبه باش نشكروا الوزير نجيب الدرويش نتاع وزير البيئه وقتها نتاع تحيه للناس الكل يا سي فيصل. تحيه لهم قاعدين ناكلوا في الوقت في التحيات. برنامج تهاني نهدي اغاني للناس. فيصل بيني ما يعجبه شيء. اليوم عاجبه كل شيء اكثر من العاده. باهي شنو اهم ثلاثه صفات لازم تتوفر في النايب؟ معرفته بخدمته المصداقيه. ويزم يكون نظيف زاد باش ينجم يقاوم. يتوفروا فيك هذم؟ ربي يعلم. يتوفروا فيك؟ ربي يعلم. العباد تقدر لأني ما نجمش أنا نقدر. ويزمك تكون نظيف وما تخافش وما تحسبش. يزمك تكون نظيف زي ما يخافش فيصل تبيني؟ علاش باش يخاف؟ يدور بحراسه شخصيه ما يخافش؟ مانيش أنا ندور بحراسه شخصيه. الدولة تحمي في روحها مش أنا. الدولة تحمي فيك؟ تحمي في روحها. فيك؟ في روحها. فيك؟ في روحها. أنت روح الدولة؟ لا. أنا محاولة اغتيال تاع 29 أفريل 2015 اللي تورطوا فيها واللي تجبدوا فيها خمسة أعوان أمن ما تجبدش مواطنين. باحترام الأمنيين وأنا خويا أمني والعائلة كلها أمنية. دونك تحمي في روحها ماهيش تحمي فيها. عندك تهديدات بالقتل؟ اكتشفوها نهار في 26 جويليا 2020 وقتها في العيد الكبير. بمناسبة العيد الكبير اكتشفوا انه ثم تخطيط لاغتيالي وان شاء الله العمر بيد الله واليعمل ربي مبروك. يقلق فيصل تبيني؟ شكون يقلق مثلا؟ شكون اكثر جهات متقلقه من فيصل تبيني؟ والله توا انا خمس سنين تعرف الناس اللي 2014 2019 خدمت على اللوبيات كشفت برشا حوايج. بون مانيش باش نقول لك اللي انا نهدد لكن انا من الناس اللي ما نرجعش ما نخافش.
أنا من الناس اللي النائب الوحيد في تونس اللي وقفت في وجه أمريكا في علاقة بالأرض اللي باش تتعطى فيها المدرسة التعاونية الأمريكية. اللي اليوم أنا أتفرج في بعض الأطراف وما يحشموش خصوصا جماعة النهضة والمهبطين الورقة هذه وين واضحة موجودة الورقة هذه راهي الكاميرا قدامك اللي حاطينها اللي فيصل تبيني وسامي عبو ومبروك الحريزي وزهير المغزاوي ومعناتها عاملين مقترح باش يعطوا لأمريكا فلوس 42 مليار هذوما قالوا ويل المصلين جات في الصفحة من تالي بالضبط هذوما وروهم المقترح نتاع المبلغ وما وروهمش العملية ما وروهمش الكارثة. الكارثة هذه أول حاجة كان عليهم أنهم يقروا الجزء الثاني ولا يتم تحويل هذه المبالغ للطرف الأمريكي إلا بعد اختبار قضائي يضبط القيمة الحقيقية وهي كل ما في الأمر. معناتها هذه ذكرتها ولا سي محمد هذه نتاع سنين من قدام وجونا من تالي نتاع سعلي العريض نتاع الهجوم اللي صار على المدرسة التعاونية الأمريكية والسفارة الأمريكية من طرف السلفيين يقودة أبو عياض اللي هربوه من جامع الفتح في 14 سبتمبر 2012. تمشي أمريكا من جانب واحد تقدر الخسائر نتاعها اللي هي 42 مليار تقدر من جانب واحد وشنية العملية اللي صارت باش الناس تعرف علاش اقترحنا هذا. إيش يقول الفصل الأول؟ يبرم الطرفين معناتها أمريكا وتونس بمقتضى هذا التعويض باش يقيدونهم الأرض اللي عليها المدرسة التعاونية الأمريكية اللي فيها 22,480 متر معناتها قرابة 22 هكتار باش نقيدوهم مع جيل 42 مليار. نحن تونس قروضات وهبات اللي جاتنا من بعد الثورة ما نبنوا دولة أخرى ونقلول وين مشيت الفلوس؟ وين نعرف عليهم؟ برا شوف أنت نايب أنت نايب أنا نايب أخي أخي نايب أنت نايب براوة عندك تسريح هوني شوي بشوي أخي أنا نايب خي أنا كنت وزير مالية خي كنت في الحكومة خي كنت رئيس حكومة أنا نائب من ساعات مرة وفي حد شيء قدامنا كيف الناس أنت قلت قلت دور النائب هو سن القوانين ومراقبة أداء الحكومة يعطيك الصح تقريبا من أكثر نائب موجود أنت هي مراقبتش أنا نراقبه شنو تحب قلت لي ما في باليش بتبيع ونعرف عليه أنا وين مشيت الفلوس هاي تونس الكل اليوم تونس الكل تحب أوديت خلنا نعرف الفلوس القروضات والهبات اللي دخلت تونس وين مشيت بيه هذه الساحة باش نكملوا هذه خلينا نقفلوا هذه باش نعطوا ارض لامريكا على خاطر علاش ما عندناش فلوس باش نعطوا اول حاجة امريكا الاضرار اللي تعرضت لها ما تجاوز مليار. اثنين المدرسة التعاونية الامريكية اللي يحكوا عليها هذه هي عندها من عام 65 اليوم ماهيش مخلص الكرين تاعها. ثلاث المدرسة التعاونية الامريكية ما عندها حتى علاقة بامريكا الاسم تاعها. نحب نعرف حاجة أمريكا تحب تاخذ الأرض هذه اللي مدرسة ما هيش انت عشنية نحن عش عملنا وقت لرينا ثم توجهت بالطلب متاعك هذه مثلا رئيس الحكومة يا ودي مش من رئيس الحكومة عملنا سؤال كتابي لرئيس الحكومة وزير أملاك الدولة وزير مالية ما كان إجابة شين الإجابة الإجابة عجبتنا انت حبيب الصيد يقول وأنه هذه من اختصاص مجلس النواب وجميع المذكرات هذه اللي عندها علاقة بالمال تتعدى حسب الفصل 67 الدستور نتاع للبعد. دونك اليوم الحمد لله أن عطلنا المشروع وقت اللي رينا احنا ثم إمكانية نتاع باساج اون فورس وأنا باش يفوتونا في الأرض جينا نحن في الميزانية نتاع 2017 قلنا شنية قالت أمريكا نحب منكم 42 مليار ميسيرش جينا في الميزانية قلنا ناخذ 42 مليار نحطهم في صندوق على جنب ونمشوا نعملوا دوزيام اكسبرتيز اكسبرتيز صحيحة كانت تحب منا فلوس حقها تاخذوا كانت تحب منا مليار تاخذ مليار 41 يرجع الميزانية ولذا هذايا ما يلوم عليه كان انسان اللي يحب يبيع البلاد معناتها اليوم امريكا تحب منا زوج صور دي نعطوها ارض غدوة دولة اخرى صندوق النقد الدولي يحب منا نعطوه ولاية وكذا دواليك لنجو نقروا احنا حطاتها في البلاد. قلت رجعوا اللي خذيتوه بعد الثورة من عند الشعب التونسي بالطبيعة ليش كنت وجه كلامك الناس اللي حكمت والناس خذيت فلوس الشعب شكونهم النهضة نداء تونس سليم الرياحي الحزب نتاعه افاق تونس كل من حكم في بلد يسير الفساد عاريا ويأمرني المفتي بغض البصر بالطبيعة شكون المفتي اليوم رك بغض البصر كل من يفتي اليوم من اليوم هو أنا وليت ناس مكلفة في بلاصة ربي استغفر الله باش تفتي اليوم شكونهم هو عندنا الشيخ
أو الشيخ وصير رئيس مجلس النواب وعند المجموعة نتاعهم، واللي ما تعجبوش أنت تولي زلم وتولي أنت صبايحي وتولي أنت نتاع الإمارات ونتاع السعودية ونتاع فرنسا ونسين اليوم نتاع صبايحية. اليوم تعتبر أنه الشيخ راشد الغنوشي قاعد يفتي؟ بتبيع قاعد يفتي مسيلم الكذاب بالنسبة لي، ماليش كذاب قد الغنوشي أنا سياسيا. كلمة قوية مبالغ سياسيا سياسيا. الراجل عندك عبارات ساعات تستعملهم لا يرتقيوا لدرجة نائب، سامحني سي فيصل. مش مشكلة، النائب ما يكون كان يمثل الشعب وكلمة كذب يقول فيها الشعب وفيها الناس كلها. أما فما كلام ما يتقالش. أنت كذاب إيش تقوله في بلادك؟ إيش تقول؟ لا لا معاك، معناها طريقتك أنت حر فيها، لكن على فيسبوكك وكل كي تقول لي الشارع يحكي هكا أنا نحكي، الشارع زاد يقول كلام زايد، كلام سبيان تقوله في المجلس ما تنجمش تقوله. بالنسبة لي أنا الغنوشي كذب برشا على الشعب التونسي وغالط التوانسة برشا. قلم أنا 2011 قلم قسما بورد رب الوجود التجمع لن يعود، مشي هزوا العباد وعملوا لك الاعتصام نتاع الروز بالفاكهة من هنا والجماعة نتاعك باردو من هنا، من بعد طلع متفاهم والباجي سب النداء تونس قال نداء التجمع وراسك للتجمع، ومن بعد حكم معاه سب الباجي ومن بعد حكم معاه سب نبيل القروي. ذكاء سياسي؟ لا سقوطية سياسية. يمكن ذكاء سياسي تفتقد وانت؟ لا لا نفاق سياسي تفتقد وانت الذكاء السياسي هذا. شوف اليوم حركة النهضة قائمة الذات عندها سنوات، شنية 10 سنين موجودة في الحكم. فين موجود؟ شوف الموجود اليوم تقرير دائرة محاسبات محكمة المحاسبات لو يقع تطبيق حسب الفصل 163 من نظام تاع قانون المحاسبات وتاع قانون انتخابي ومحكمة المحاسبات الناظم عندها حتى نائب في مجلس النواب. الفصل 130 163 من القانون الانتخابي يقول أي حزب ولا نائب يثبت أن استعمل التمويل الأجنبي يحرم المقعد. اليوم محكمة محاسبات وهي مناسبة باش نقول محكمة محاسبات راه ما حاشناش باش تعمل تقرير وتخرجوه، نحبوا تقرير يلقى تطبيقه. واضح تطبيق. ما كانش تعملوا ما كانش نعملوا بها التقرير نصرف عليكم فلوس باش تمشوا تعمل تقرير وتروحوا. تقرير ونخليوه واضح نتبقوا التقرير وتجاوز اللي في التقارير بإيجاز. فعندي فاصل، عندي تفضل قول ناخذ فاصل معناها كليت لنا الوقت في 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 متاهات إن شاء الله في الجزء الثاني موا والأخير من الحوار تخلينا ناخذوا من عندك النقاط اللي نبحثوا عليهم. فيصل التبيني يلتحق بالدستور الحر، وفيصل التبيني رأيه في الإفراج على سامي الفهري نبيل القروي سواغمان كل شيء يعطي فيه رأيه، وأيضا سواغمان لازمك فيصل التبيني لازمك تستظهر بشهادة طبية للتوانسة. الإجابة بعد الفاصل، خليكم معنا راجعين. الدوامة هي فهم على راديو، مرحبا بكم من جديد الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا. رجعنا لكم وحوارنا متواصل مع نائب الشعب السيد فيصل التبيني، حوار يعني كليه سي فيصل التبيني ونفهم ونتفاهموا باش نتعدى معاك ديريكتومون. فما فقره تعديناها تو تو بعد نقول لك عندي ليك اقتراح ان شاء الله تقبلوا نتعداو تو سويت. اليرت روج. اليرت روج. فيصل التبيني لازمك تستظهر بشهاده طبيه للشعب التونسي. بالعكس انا طلبت اني ما الجمله هذه لشكون يقول؟ هدي روحك سي فيصل، خلينا نجم نسالك. قسيت عليه سي فيصل، سامح تفضل. سمح فيصل التبيني لازمك تستظهر بشهاده طبيه للشعب التونسي، لشكون يوجه الكلام هذا فيصل التبيني؟ وجهته للسيد رئيس مجلس النواب راشد الغنوش، على خاطر السيد غير قادر معناتها جسديا باش يدير الجلسه، ماهوش قاعد يحضر، بينما الفصل 112 من النظام الداخلي يقول يفتتح رئيس الجلسه رئيس المجلس الجلسه ومعناته عند الاقتضاء احد نائبيه، لكن هو ديما عنده اقتضاء. اليوم رئيس مجلس النواب عنده نسيان يظهر لي، مشى نهار بعد الخلاف ما بين سسمه تفضل الكتله الديمقراطيه والائتلاف الكرام على الضرب والدم، وهي مناسبة باش نعتذر للشعب التونسي على اللي صار هذاك، ما كناش نتوقع. يمشي طلع بيان يدين ائتلاف الكرامة، من بعد يمشي نهار اللي وقع التصويت على حكومة التحويل الوزاري يمشي يطلع بيان اخر معاكس، معناتها بعد التحقيق. اي بعد التحقيق. تحقيق شكون؟ اي بعد التحقيق. تحقيق شكون؟ داخلي صار يا ودي غنوش. تحقيق داخلي. اي ما زاد ما نغلطوش الناس، ما نقولوش غنوش يقول هو يقول نحن نعيش عهد الفيسبوك. هذا الغنوش يقول وكل واحد يقول اليوم كلامه يتراجع فيه غدوه لم يعد الشعب يثق فيه.
انا نقول له يا سيد رشيد الغنوسي راه مع الشعب يثق فيه، انت سبيت الباجي ومن بعد ولات صحاب انت وياه، سبيت التجمع اخر حلقه جبت لنا محمد الغرياني، شكون مازال يثق فيك؟ دونك بالنسبه لي انا اشكك في المدارك العقليه وفي الصحه الجسديه للسيد رشيد الغنوسي، وندعو انا علاش انا ادعو انه كذبني ويجيب شهاده طبيه، ان شاء الله الطبيه عطوه ما جابش لي وليه ربي. كان يجيب شهاده ويثبت عكس كلامك تعتذر منه؟ علاش نعتذر منه؟ الحمد لله انه لاباس، الحمد لله انه لاباس، باش نعتذر منه اخي انا شريك معاه في شركه ولا مانيش شريك معاه، بالنسبه لي انا راجل غنوش وهذه حاجه ترى ولا اعتذار من شيء من الكبار، علاش نعتذر على حاجه تغلط في حاجه تتهم شخص بانه يقصد مدارك اليوم فاس. اي واحد باش يدخل منصب ولا باش يمشي يخدم اي خدمه يطلب عليه شهاده طبيه، باش يدخل الامن يطلب عليك شهاده طبيه، باش تمشي تعدي برمي يطلب عليك شهاده طبيه، خي عيب زاد لا مش عيب اكيد تقدم شهاده طبيه دونك باش يكون موجود هون. اي قرار صاحب الثقه منه مره اخرى، ما الجدوى منه ها ولا المره الاولى عرضت صاحب الثقه ما تعديتش، كانت بعدها ضيفتي هوني مدام جميله الكسيكسي قالت هو مجرد مضيعة للوقت، ما هي تقول تحب مضيعة للوقت تقول تحب ضيعوا في الوقت على التوينس. والله والله انا نعتبر انه الوقفه الاحتجاجيه بتصير غدوه، اللي باش تعملها حركه النهضه في شارع بورقيبه واللي ما عندها حتى عنوان ما فهمتش ضد شكون واقفين؟ لا 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 لمساندة الشرعية ومؤسسات الدولة. شكون هالشرعية؟ أخي هما. باش تحضر أنت باش تكون حاضر؟ علاش كنت باش نحضر؟ بعقلي راني. راني بعقلي. مانيش. اش معنى يعني باش يحضر وش بهم؟ بالنسبة لي أنا ما غدوة باش يحضر. بالله برم شوية إذا عايزكم تطابل اسألوا العباد علاش جاي؟ هم يكرونا من فترة ما حبوش يكروا لها. الحمد لله ما جبناش طيارة. هذه فلوس بدات تطلع. غدوة الوقفة هذيك للدفاع على كرسي رجل غنوش. أنصار حركة النهضة وصفتهم في فيديو نتاعك على فيسبوك قطيع قطيع اي قطيع بالطبيعة أنا وقت اللي إنسان يكذب عليا مرة واثنين وثلاثة وما زلت نتبع فيه ما نكون كان قطيع وأعمى حشاك شنيا إنسان يجي يقول لي التجمع راهو تشبيه الإنسان بالحيوان راهو ما يصيرش في حتى ديانة وفي حتى معتقد وفي حتى شيء اغزر لي جاي نغزر لك احنا نحكوا في السياسة ماناش نحكوا على أمور إنسانية بالنسبة لي أنا هذم قطيع سياسي تبع في ناس يلعبوا بهم. انا نحب نفهم حاجه النهضه غدوه باش تهبط تحتاج ضد شكون؟ ضد حكم 10 سنين؟ تحتاج ضد شكون؟ ضد قيس سعيد اللي هي سانداتها في الحمله الانتخابيه؟ تحتاج ضد قيس سعيد اللي ما حبش يحط وزراء عليهم شبهه فساد؟ انا غدوه هذه اول مره في التاريخ في العالم. حزب الحكم يهبط يعمل هذه تعرف شنو هي؟ نتاع ناس قلقت باش تهبط تعمل دوره. بالحق راه تاع ناس قلقت. انت قلت مش باش يهبطوا، قلت مجرد تهديد وبر. قلت تسالوني علاش؟ ها باش نسالك علاش كتبت لك انا باش نسال علاش توا غدوه باهي؟ انت قلت مش باش يهبطوا، قلت مجرد تهديد. انا في باليش اللي رقعتهم صحيحه لهالدرجه، في بالي عندهم عقل. في بالي اللي هما باش يحاسبوا رواحهم، راهو الناس بيدهم اللي باش يهبطوا غدوه، هما بيدهم اللي وظفوهم قبل وهبطوهم في باردو ضد نداء تونس وضد اعتصام الرحيل. رام نفس الناس قالوا لهم سبوا الباجي ومن بعد رجعوا يشكروا فيه، رام نفس الناس اللي قالوا لهم سبوا شو اسمه نداء تونس ومن بعد رجعوا يشكروا فيه، رام نفس الناس اللي قالوا لهم سبوا الغرياني واليوم هو انا مكلف بالمصالح، رام نفس الناس هذوما اذا كان هذوما ماهمش قطيع سياسي وقتها ما عادش نحكوا. شنو هي معناتها خذوا انت باش تحتج علاش؟ مساندة مش احتجاج مساندة علاش؟ مساندة يا ودي هاو تقرير محكمة المحاسبات يقول لك اخرج. خي مساندة تمشي شكون المسؤول على تطبيقه هذا؟ مسؤول الدولة اليوم على القضاء انه يفصل في الحكاية هذية ولا راهو ما عادش عنده مصداقية؟ راهو ما تعملوش تقارير وتخلوهم غديكا. القضاء اللي أنت تشكك فيه، القضاء اللي ما تقولش في مصداقية. خلينا نرجعوا للدستوري. باش نجيو للدستوري جايين للدستوري. اي خلينا نرجعوا. لا لا خلينا نتبعك أنا الساعة، القضاء اللي أنت تشكك فيه كي نرجع بالأحداث نهار يوم الإفراج على سامي الفهري هبطت فيديو قلت أنه الإفراج على سامي الفهري هو خطة للإفراج على نبيل القروي باش يسكتوا التوانسة والإعلام يطالب إفراج على نبيل القروي. يوم الإفراج على نبيل القروي كتبت نبيل القروي خرج من السجن معزز مكرم كما وعد الشيخ رجل الغنوشي اللي طلع هو يحكم في القضاء وبقي سواق اللي ما عنده كان ربي. كان نايب في البرلمان ومسؤول وعنده جهه وناس تتبعه وناس تنتخبه وناس عندهم فيه ثقه نتصور يقول انه القضاء مش مستقل ويحكم فيه أي رجل غنوش. اي باحترام القضاء قضاة الشرفاء اليوم العداله نحسها انه مهتزه. اليوم وقت نخسروا بشير التكاري ونخسروا العكرمي. بشير العكرمي؟ بشير العكرمي والتكاري شو اسمه؟
رئيس مع طيب رشت. طيب رشت كي نخسر هذوما انا نقول لك اللي صار. انا 26 جويلي وقت التهديد برمشوك ودخلوا في الليل للباج نتاع نزار الشوك اللي هو قاضي على قطب الارهاب كيفاش يكتب على فيصل تبيني ليلتها. اليوم نسبه كبيره من القضاة متسيسين ومتحزبين نسبه كبيره. ثم قضاة اليوم نشدوا على يديكم ردوا بالكم على تونس. لكن فما اشخاص اللي سميتهم يمثلوا يمكن كان انفسهم ايه المؤسسه لكن القضائيه لكن لكن انزه واصدق وابعد ايه من هذا يعني ثقتنا اليوم في القضاء اخزر اللي جاي المؤسسه القضائيه وقت اللي نخزروا نحن زوز من رموز القضاء في تونس كيف تطلع الملفات نتاعهم هذيا خويا راهو شيء يخوف. حاجه اخرى انا باش نقوله على مسؤوليتي هذا راهو كلام يقوله مواطن كلام يقوله مواطن في الشارع ما يقولوش نايب نايب شعب ليه نايب شعب لا نايب شعب نايب شعب يا صاحبي نايب شعب. اليوم الحصانه اللي عاطينها لك انك باش تقول الحقيقه الحصانه هي اللي خلتك تقول هكا لا 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 الحصانه هي اللي حميتك باش تقول هكا المواطن هك. المواطن مسكين ما ينجمش يقول الحقيقه هذيا على خاطر غدوه يدوروه باهي انا نجم نقولها على خاطر هذيك الحقيقه اليوم اليوم كيف نخزر في التقرير نتاع الجهاز السري ونتاع اغتيال البراهمي وبالعيد ونتاع غيره وكيفاش الحقائق اللي قاعده تطلع والقضاء ما خلاش قرار فاسد كيف نخزر تقرير نتاع محكمه محاسبات اللي فور مجلس النواب بيتم تميمي معناتها النواب يلزمهم يخرجوا ويجوا نواب اخرين في بلاصتهم وما يقعش تطبيق هذا ماهوش قضاء مستقل زوز قضاء تعاركوا شنو دخل الحركه لا مش قضاء تعاركوا خلينا معروف القضاء نتاع نور الدين البحيري اخي باش نبدلوه اليوم اخي اليوم باش نكذبوا على التوانسه اخي وقت اللي يطلع الغنوش يقول القنابل القروي باش يدخل معز يخرج معز مكرم هذا ماهوش تعدي على القضاء اخي تحاسب فيصل الدين وما تحاسبش رئيس حزب يحكم 10 سنين وقلت اكبر حزب في البلاد وهو اليوم رئيس مجلس النواب شيء او نعطيك حاجه ريتها القضيه نتاعي انا هذيك هذيك انا كاري الارض 2010 2010 11 12 13 14 حب ربح القضايا على خاطر عندي نقص في المساحه وقت اللي وليت نايب 16 17 18 وليت القضايا كلها ضدي جاني محامي نتاعي قال لي تعرف كيفاش هذا ملفك خويا ذي ما عادش قضاء ولا سياسه تحب هكا تحب هكا ونتحمل مسؤوليتي راه واضح واضح كي تقول انت وقت اليوم وقت قضاء نور الدين البحيري ما قضاء نور الدين البحيري تونس كل تقول فيه مش فيصل تبيني مانيش باش نكذبوا ما عندك ما يثبت يا رسول الله اخي تو انت فهمنا نحن قبيله كم باش نسميو اشخاص باش نحكي سي محمد انا كنقول لك فما اثبات ليله محاوله اغتيالي انا نزار الشوك اللي هو قاضي في قطب الارهاب استئناف بيت يكتب على نايب شعب ويفتق فيه من بعضه وبرمش ادخل الباج نتاعو القاضي هذا من المفروض ما يزيدش نهار الطاهر المناعي وكيل جمهورية في في جندوبة في 7 مارس 2017 على خاطر أنا ما نسكتش مشي مطلع تصريح يقول فيصل تبيني خرجوه من الضيعة نتاعو لعدم الصيف هذا للي أنا التوا ما زلت الفيرم على ذمتي اش تحكي انت؟ مشيت انا شكيت به. واضح واضح. اش تحكي؟ يعني؟ فيصل تبيني يلتحق بالدستوري الحر. باحترامي للدستوري الحر اخر نكته. فيصل تبيني ولد حزب صوت الفلاحين. ومين يجي مش كون كان فوز الحزب. يتودد لكن للدستوري الحر. اش معناتها يتودد؟ يتودد قريب تميل له معجب يمكن بشخصيه عبير موسي. عليه شنو هي؟ معجب يمكن بشخصيه عبير موسي. باحترامي لعبير موسي وقتاش دخلت عبير موسي؟ اللي عملوا فيصل تبيني 2014 2019 عبير موسى في دارها تخاف تقول هذاك القلب اللي عنده شنو لكن لا سيف الدين مخلوف ولا عبير موسى لكن الكل فيصل تبيني واحده الناس الكل تعرف صوته الاقوى في الساحه مانيش الاقوى كلمتي ما نرجعهاش وقت اللي تقول لي انت عبير موسى باحترامي ليه وقت جيت اي معجب بشخصيته شنو معجب خيري الزمهير تكون معجبه بيا راني انا اللي سابق مش هي اللي سابقه راني انا اللي عندي نهج هي مشيت دخلت على الحزب الدستوري مؤسس اسمه اسمع القروي باحترام حامد القروي ربي يرحمه وين؟ ربي يرحمه انا مؤسس حزب صوت الفلاحين ما تبعت حد انا النايب الوحيد في تونس عبير موسي وكان جيت معانا في الدوره اللي تعدت قانون المصالحه راني صادقت عليه بتاع التجمعين انا ما صدقتش عليه واضح انا لا تابع عبير موسي ولا تابع النهضه انا تابع حزب صوت الفلاحين قريب لكن تتودد قلنا الدستور الحر تتودد اسمعني اسمعني راهو اليوم اللي يحكوا في الكلام هذايا والله بالحق الرقعه اللي عندهم شنو هي نوح يقولوا برجوليه برجوليه يحشموا ما يكونترولوش رواحهم يراو انهم ضحكه كراكوزة بالله معك بجاه ربي انسان اللي جايب اخر امين عام للتجمع وحاط حاط
محمد الغرياني. محمد الغرياني مستشار عبير موسي طلعت في المجلس قالت لك اذا كان زغرت ولا دربكت راي تعليمات من عند عرفي محمد الغرياني. محمد الغرياني معناتها تجي انت تتهم فيصل تبيني وانه تابع عبير موسي. يا عبير موسي تنجم تقول تابع فيصل تبيني، ام فيصل تبيني ما نجمش تقول تابع عبير موسي. وانا راول دريف باحترام المراه التونسيه، احنا ما نتبعوش المراه باحترام المراه التونسيه. واضح سيد فيصل تبيني. اخر كلمه، اخر كلمه، آخر على اخر كلمه، خلينا ناخذ من عندك كلمه. 20% من الحلقه عملنا وخذيت جزء كبير باش فرغت قلبك، توعدني تكون موجود بحذايا اول اسبوع نهار الاثنين حبينا، قلت لي نهار الثلاث نجم ان شاء الله. اما نحب نوضح اخر حاجه، لا دقيقه قبل ما توضح، وعد قدام المستمعين انه نهار الثلاث فيصل تبيني يضيف الدوام. اذا كان باش تكون باحترامي ليك، معناتها الحلقه فيها تشفي وفيها وانه باش تقع ردود فعال، خليكم نخرج طبعا. لا عندك، عندك الحريه المطلقه. اوكي شوف انا انا يا سي فيصل شوف نحترمك ونقول نقول لك التو لك حريه التعبير واللي تحب. شوف لكن ما نحبش الاملاءات وما نحبش الشروط. لا مش املاءات، ما نحبش تشفي وما فما حد شيء. ستكون ضيفي نهار ثلاثة ان شاء الله في اطار الاحترام، ضيفي اي خلينا نكمل الدوامه معزز مكرم سي الاخبار. لا قبل الاخبار خلينا في ساعه بالنسبه خلص الاختي انت من بعد اللي خلص. بالنسبه للساعه بالثقه من راجل الغنوش، الفرق بيناتها هي الاولى والثانيه، الاولى والثانيه. الاولى ما كانش دم في البرلمان، الاولى ما كانش البلوكاج نتاع الحكومه اللي فيها اليوم رئيس مجلس النواب هو طرف رئيسي، ما كانش الشيء اللي قاعد يصير. انا الحاجه نقولها ورحمه خليل يا الغنوشي اللي ما تخرج من البرلمان، ورحمه خليل. واضح، شكرا لك فيصل التبيني. مسكين المشيش، شكرا لك المشيش. نحكيو فيه نهار الثلاث ان شاء الله، فيصل التبيني يوعدنا باش يكون ضيفنا ان شاء الله نهار الثلاث في الدوامه. وعد من السيد فيصل التبيني، وانا ان شاء الله ان شاء الله المانع اخير وتكون موجود بحذايا باش ناخذوا الاخبار. تحيه لكم مستمعينا وتحيه لكل الفريق العام العابر، زغدودي طرقحني شو سما السافي، بجه في الاخراج، وسليم وايهاب في FM TV. نهاركم اسعد الايام ويا مرحبا.